السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة هنعمل مع بعض المكرونة الهندية. عشان نعمل مكرونة هندية لازم يكون عندنا مكرونة. أول حاجة مكرونة مسلوقة، فلفل ألوان أو فلفل أخضر حسب الرغبة، بس هما الهنود عادة بيحبوا يستخدموا الفلفل الحامي كتير. عندنا طماطم متقطعة شرايح، عندنا معلقتين من الكاتشب، كزبرة وبقدونس، كركم، لان طبعا الكركم اساسي في الاكل وده مغذي وهما طبعا بيحبوا يستخدموا الكركم كتير. عندنا ملح وفلفل، معلقه ملح، معلقه كركم، معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسمر. عندنا بصل متقطع شرايح، عندنا صلصه، وعندنا الزيت. ويلا بينا نشوف هنعمل مع بعض ازاي. هنعمل طريقه ازاي هنعمل المكرونه الهنديه على طريقه الهنود زي ما بيعملوها هما. ودلوقتي حبايبي حطينا اي وعاء عندنا، هنحطه على النار وهنحط فيه الزيت. وبعدها هنحط البصل، طبعا المفروض ان احنا بنكون حاطين البصل، بنكون حاطين الوعاء بتاعنا على النار شويه قبل ما نحط فيه اي حاجه عشان يبقى سخن ويجهز لنا الاكل بسرعه، ما ياخدش وقت كتير في التسويه. بنقلب طبعا البصل شويه لحد لونه ما يبقى كويس معانا. هنشوفه دلوقتي ازاي. بنحط كمان معانا، بنجيب بس معلقة صغيرة بنحط كمان معانا الملح، بتبقى حوالي معلقة ملح من المعلقة الصغيرة دي، بتبقى معلقة مليانة ملح، نص معلقة فلفل أسمر أو حسب الرغبة. بنحط الملح وبنقلبه كويس. طبعا شايفين بقى عامل ازاي. ومجرد ما بيوصل للمرحلة دي كده احنا بنحط الفلفل. بنحط الفلفل الاخضر كده معانا، وبنقلبهم مع بعض الاثنين. هيمتزجوا كده كلهم مع بعض. طبعا مش هنموت الفلفل، هنحط عليه طماطم. كتر ما نحط الفلفل على النار كتير بيدبل كده ويموت. هنحط مع بعض الطماطم، هنقلبهم. طبعا هي بالنسبة للخضار فيها كمية الخضار بتبقى أكبر من كمية المكرونة. بنقلبهم طبعا كويس. بنحط عليهم معلقة الكاتشب. ومعلقتين الصلصة. بصوا هو المفروض الكركم بياخد تشويحة معاهم على النار، بس لو احنا مش حابين بنحطه دلوقتي. بنحط كمية الكركم كلها معانا.
ونقلب كويس. بنجيب طبعا كمية الطماطم، بنجيب الخضرة بتاعتنا ونحطها هي كمان. بنقلب كده كله معانا. بنحط عليهم دلوقتي، بنجيب الطماطم دلوقتي ونحطها معانا. بنجيب المكرونة سوري ونحطها معانا. بنحط طبعا على حسب ما تاخد، الوصفة معانا كمية من المكرونة. بنقلب مع بعض المكرونه، حطينا دلوقتي المكرونه بنقلب مع بعض. يبقى اول حاجه احنا بنحطها ايه، بنحط البصل وبنسيبه تشويحه بسيطه ونحط له ملح وفلفل. بعدها المفروض ان احنا بنحط الكركم، بعدها بنحط الفلفل الالوان، بعدها بنحط الطماطم، وبنحط الصلصه والكاتشب، بنحط الكزبره والبقدونس ونقلبهم كويس جدا مع بعض. بعدها بنحط المكرونة عشان كله بس يبقى عارف احنا عملنا ده ازاي، عشان لو حد ما شافش الوصفة من اولها. بعد كده بنقدمها هي كده خلاص، بالنسبة لنا هي كده استوت. بنقدمها وهوريكم طبعا هنقدمها ازاي. ودي كده معاكم المكرونة الهندية بعد ما عملناها. طبعا شايفين البخار بيطلع منها ازاي. بصراحة انا عملتها وجربتها قبل ما اعملها لكم تحفة، ولادي اكلوها كلها وقالوا لي يا مامي عايزين تاني. يلا ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.